رأي الأستاذ ماهر فرغلي الخبير في شؤون الحركات الإسلامية والمتخصص في هذا الشأن. أستاذ ماهر مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بيك فندم. السيناريو الأقرب لانعقاد دلوقتي جماعة الإخوان التنظيم العالمي انعقاد دائم علشان يبلغوا الغنوشي يبدأ يتصرف ازاي، تتوقع حضرتك التعليمات اللي هتصل ايه لإخوان تونس من إبراهيم منير وغيره؟ في طبيعي هذا الانعقاد للغنوشي هو الأكبر، هو في التنظيم وهو أكبر شخصية الآن داخل التنظيم العالمي ومجلس شورى الإخوان، في طبيعي أهمية تونس بالنسبة له، لأن تونس كمان شمال أفريقيا، التنظيم هنا قوي جدا في شمال افريقيا، التنظيم الاخواني. ليبيا، السود، الجزائر، تونس، خط واحد، الجناح السر الاخواني. نعم. بقياده واحده. هيطرحوا طبعا المواجهه عبر لازم يطرحوا المواجهه. المواجهه طبعا عبر الجمال، يعني نظام على اعتبار طرح الشرعيه في مقابل شرعيه، زي ما عملوا في مصر. نعم. شرعيه الانتخابات، شرعيه مش عارف ايه، قدام الجيش وقدام الشرعيه الشعبيه. يبقى معنى كده انه فكره العنف وارده في الشارع. هو هيبدا في الاول جماهيريه. بعد كده طبعا انا لا اعتقد، انا شايف تصريحات امبارح الرئيس التونسي. نعم. على محاكمات وبتتكلم على ان هو استعداد لهذا وتحذير من الصدام المسلح. فاعتقد في سيناريو من الدوله التونسيه في مواجهه الحدود الإخوانية وفي مواجهة هذا الصدام الإخواني، هيؤدي في النهاية لأن الإخوان هيفرجوا أو هيطرحوا سيناريوهات العنف عبر الجناح السري المسلح. الجناح السري المسلح في تونس يقوده مصطفى خضر، أحد قيادات جبهة النهضة الإخوانية في تونس، ورجل الجيش التونسي، ورجل كان متورط في محاولة اغتيال زين العابدين بن علي بصاروخ السندان. تمام، هو ده. فالجناح السري هناك مبني بنوه من خلال السنين اللي فاتت، بنوه في وزارة الداخلية التونسية اللي كانوا هم مسيطرين عليها تماما. نعم. من مجموعات في هوامش المجتمع التونسي وشبكة مجانية ضخمة. فأعتقد هيستنفروا ده وكمان هيستنفروا تنظيم القاعدة وداعش. داعش هو أكبر جنسية مهاجرة إلى داعش، كانت سواء حوالي 3000 قاتل كانوا تونسيين، فدول ممكن يرجعوا عن طريق عنده ده جبل الشعان، ده جبل وعر جدا في تونس، وده موجودة في مجموعات من هؤلاء الفريق. يعني مش يعني الإصرار عندهم على فكرة الفوضى والعنف والاغتيال وردة وما زالت موجود وبيخطط لها الان. موجوده وورده، وهو ما بيتحملوش ابدا الاقصاء عن المشي. هو مش شايف فشل، شايف ان هو ادى بسياسته ورعنته طوال الاربع خمس سنين اللي فاتت الى انهيار المكتب كامل، لدرجه ان الدوله التونسيه عجزت يعني مستشفياتها عن كورونا، في موضوع كورونا وحسن. نعم. ومصر قدمت مساعدات كانت الدوله التونسيه. نعم. فهو الى انهيار كامل في كل المجتمع التونسي. هو مش شايف، هو شايف فقط ان هو يبقى طوال الوقت في السلطه، طوال الوقت يحاول يؤخن الدوله. هو ما صدق انه يصل للسلطه. تحت تعبير خلق النخب، ده تعبير راشد الغنوشي. تعبير اسمه ايه يا فندم؟ خلق النخب، يعني احنا نخلق نخب في مؤسسات الدوله. نعم. كنا بنسميه لاخوانا، هو هناك بنسميه خلق النخب. تمام. هو طوال السنين اللي فاتت بيحاول يخلق النخب دي، بحيث ان هو، وانا كنت في زياره لتونس حوالي سنتين تقريبا. نعم. ورأيت الوضع هناك، قال لي الخبراء والباحثين قالوا لي ان هو لو استمر هذا الوضع بهذا الشكل خمس ست سنين ثانيه، المجتمع التونسي تبقى فيه نخب اخوانيه ضخمه وتونس ضاعت الى الان. مين على ده طوال السنين؟ صوتك بيروح فين يا استاذ ماهر؟ سامعني؟ مع حضرتك سامعك. تمام. طيب فكرة الاغتيالات لشخصيات ورموز زي ما عملوا عندنا في مصر كده حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، هتحصل في تونس؟ هتحصل حسلت، ما هم دين الاغتيال شكري بلعيد والبراهمي من قيادات العمل العمالي نعم. أنا بتكلم الآن بعد ما حدث من قرارات. هو راشد
الغنوشي والنهضة طوال عمرهم في زمان بيعملوا ده. يعني هو حتى قلب برقيبة حاولوا يقتلوا وتهم فيها الغنوشي. نعم. حاولوا يقتلوا سيدنا عبد الدين بن علي. عام اقتلوا البراهمي واقتلوا شكري بلعيد. في 2013 بعد سقوط الإخوان في مصر مارسوا العنف، شفنا عمليات عنف وارهاب مسلح ضخمة جدا جدا في تونس. وهو مش سعيد عليه هو يمارس ده مرة ثانية. لكن هل تتوقع انهم يكونوا مصرين ان تحصل فوضى في الشارع التونسي وهيبقى من وجهة نظرهم ان الفوضى دي في مصلحتهم؟ يعني السيناريوهات اللي حضرتك تتوقعها ايه؟ هل هيتم اعتصام؟ هل هيتم اعتصام ونلاقي ربعة ونلاقي النهضة تاني في شوارع تونس؟ بص اقول لحضرتك، لما راشد الغنوشي رجع من المنفى بعد ثورة تونسية استقبلوه في المطار بنشيد طلع البدر علينا كأنهم استقبلوا الرسول. لا والله، والله بكلمك، فهو ده أتباعه. حول الله يا رب. طلع البدر علينا. هناك قوة سياسية مناهضة كبيرة جدا في المجتمع التونسي، راح تراجع إلى الوراء وعمل تحالف مع حزب المؤتمر الوطني ورشد المنصف المرزوقي لرئاسة تونس وفازوا بالانتخابات، وفازوا هو ب 36% من انتخابات البرلمان. بعد كده تلاقي فيه مقاومة شعبية من الشارع، تراجع وأدرك أنه مهزوم لا محالة، فتراجعوا وحاولوا يعملوا مؤامات مع الرئيس السابق البيج سيبسي. فهو دلوقتي في صدام مع المجتمع التونسي، إما يتراجع كما تراجع من قبل، وإما أن يصطدم مسلحا كما فعل أيضا في اغتيالاته للشخصيات العامة في الكتب. والاتصالات هتكون شغالة والاجتماعات منعقدة طول الوقت للتنظيم العالمي للإخوان، وحيتلقوا التعليمات سواء المرزوقي أو الغنوش. طبعا بكل تأكيد، لأن الغنوشي القيادي الأكبر في التنظيم العالمي في الشرطة الجماعة. نعم. الفرع التونسي مهم جدا في شمال أفريقيا. النهاردة كده معناه هذا الكلام، معناه أن الإخوان سيطاردون في كل أنحاء العالم ويسقطون في كل أنحاء العالم تدريجيا. التداول ده مؤشر خطير جدا للإخوان، وده الإخوان مش هتقدر تتحمله. معلش وضحها لي أكتر الجزئية دي أستاذ ماهر. يعني بمعنى أن الإخوان سيسقطون دولة دولة، ده مؤشر خطير جدا على 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 مستقبل الإخوان في المنطقة كلها. أيوه. الإخوان سقطوا في مصر زي أحجار الدومينو بالضبط. أيوه. فتوالى سقوط الإخوان طوال الوقت، فهو الإخوان لا تتحمل هذا السقوط المريع، هم عاوزين يفضلوا في الصورة وفي العمل طوال الوقت. فبناء عليه هم هيعملوا مواجهة على الأرض في تونس بكل تأكيد حتى لا يصل. لازم هتحصل مواجهة، ولازم فكرة الاعتصام هتتم أو هتستمر. لازم يعني. هو قال كده امبارح بس مش هي هتطلع. نعم، لكنه مشي. يعني أقصد ساب الناس ومشي، خد عربيته ومشي كالعادة. ما هذا شيء طبيعي، هم بيعملوا كده القيادات، زي ما عملوا في مصر. نعم، صحيح. صحيح. تفتكر يا فندم إنه يعني هيظل الإخوان تونس نفس الفكرة بنفس الغباء، هي فكرة الاستقواء بالخارج، هيظل هذا السيناريو وارد؟ هناك معلومات يعني يبدو أنها وصلت الحكومة التونسية عن ذلك، وده اللي صرح فيه الرئيس فرنسا أن هو في ناس بتدعم أو هتدعم. الرئيس التونسي امبارح قال حذر من الناس اللي هي بتدفع أموال لإشعال الشارع التونسي. نعم. يبدو ان هناك دعم كبير جاي للنهضه بخصوص هذا الشهر، والناس قائد نهضه تريد اشعال الدنيا كلها في تونس، لاما الفوضى لاما السلطه لاما الفوضى. عندك ارض دايما للاخوان الطالب. هل السيناريو السريع من وجهه نظر حضرتك هيكون ايه؟ يعني بمعنى هل الشارع التونسي هيبقى عنده ياخد خبره مما حدث في الشارع المصري؟ وهل اخوان تونس هتكون بنفس غباء اخوان مصر؟ بصي حضرتك، النهضه قواعدها كلهم متطرفين يعني متشددين، يمكن اغلبهم كلهم تشدد وتطرف كبير، لكن راشد الغنوشي كواحد من مفكريهم واخد صورة معتدلة بيحاول يأقلم الدنيا. هكذا يريد أن يصدر فكرة أنه معتدل أو أنه طبعا يعني هو بالنسبة للقواعد بتاعته هو أقل تطرف من الناس الشباب بتوعه.
فدي الصوره اللي هم صدروها. فهو النهارده هيبقى عنده عدد من السيناريوهات، واحد ان هو يعمل موائمات مع بعض القوى ترفع شعارات الديمقراطيه والوطنيه وغيرها داخل المجتمع التونسي. لائتلافات، لائتلافات، فاكر لائتلافات؟ نعم لائتلافات دي، ويحاول هو يعمل مع فكرونا بالايام السوداء. ايوه مع الدوله التونسيه، وهو ده هيكون خلال الايام الجايه ثلاث اربع ايام الجايين. ايه بقى؟ فهي الصدر، يعني الصدر هينجح في ذلك ولا هيفشل؟ لو فشل في ذلك هيكون عنده السيناريو الثاني. السيناريو الثاني هو الصدام، الصدام الجماهيري وطرح شرعيته هو بمقابل شرعيه الرئيس قيس سعيد. ايوه فشل في حل الامر سيضطر ويلتجئ الى العنف. دي السيناريوهات المتوقعه. سيناريوهات المتوقعة، نعم. لكن حينادي ويستمر في منادات التونسيين للخروج إلى الشارع ولمحاولة أنه ما يفعله أو ما فعله الرئيس التونسي هو غير شرعي وغير دستوري، هيظل بهذا الخطاب. أنا شايف أنه هيفشل في الحشد الجماهيري، هيفشل الحشد الجماهيري، لأن النهضة تراجعوا تقدمها جماهيريا في الفترة الأخيرة بسبب الفشل الاخلاقي والاقتصادي والسياسي على المستوى السياسي. نعم. الشعب استدرك ان النهضه ساهمت في كل شيء داخل تونس. دي واحد. ان الصراع اللي هو كان داخلي داخل الحركه نفسها الى النهضه بشكل كبير، يعني احنا شفنا في المؤتمر الاخير للحركه. نعم. النوشي على رئاسه رغم ان غالبيه الحركه كان رافض رئاسته، ده ادى الى صراعات داخليه وانفصال نائب رئيس الحركه. نعم نعم. نفسه الرجل الرمز الكبير لداخل حركه النهضه انشق عن الحركه، فهنا في صراع، فده معناه ان الحركه ضعفت، ان الحركه ليست لديها قدره على حشد الجماهير مؤخرا، فده يوقتها يعني شيء قوي جدا داخل المجتمع التونسي ويؤدي لضعفها، وبالتالي بالضروره هيخليها طبعا في الخطط بتاعت حشد الجماهير. طيب دي الجزئية، الجزئية الأخيرة اللي عايز أسأل حضرتك فيها وتحليلك إيه أستاذ ماهر؟ هينجح أم هيفشل التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في إنه إخوان العالم، كل الإخوان اللي موجودين في كل دولة في العالم، فكرة إن هم يخاطبوا الحكومات ويخاطبوا السفارات ويقولوا لهم إنه ما حدث في تونس هو انقلاب على الشرعية وأنه ما فعله الرئيس التونسي غير دستوري، السيناريو اللي احنا عارفينه ده، هل هينجحوا في ذلك؟ لا هيفشلوا في ذلك، هيفشلوا في مخاطبة الخارج. العشر سنوات المقبلة هي ليست زمن الإخوان، زمن الإخوان انتهى منذ سقطوا داخل مصر في آخر عام 2013. هذا الزمن انتهى الزمن الإخواني، هم في حالة أجر لأنه ليس في حالة مد داخل المنطقة، سيتفاردوا في كل أنحاء العالم، هيفشلوا في الخطط بتاعتهم حتى في تونس. كل اللي بيفعلوه ده هو عبارة عن عمى استراتيجي وعدم فهم وعدم وعي وإحاطة في مجتمعهم أولا في تونس قبل المجتمع العربي. تمام، هنتابع مع حضرتك تحليل أولا بأول ما يحدث في تونس مع كل التمنيات بالهدوء للشارع التونسي، التف الشارع التونسي حول جيشه وحول رئيسه.